كنشكر الحضور اللي موجود كامل. بالنسبه لينا كنظن ان المقابله بكل صراحه كنا عارفين بانها تكون مقابله صعبه، لان فريق اللي بكل صراحه يعني انا كنحبو وكنعزو اللي هو فريق ديال طنجه، اللي نتمنى له باش انه يرجع في المسار الجيد في اسرع وقت، لان مدينه عظيمه وجمهور جيد عظيم وفريق اللي بكل صراحه يستحق ما هو احسن. كنا عارفين بان اللي تكون بالنسبه لهم واحد رده فعل اللي تكون قويه، وكنا كننتظروا مقابله صعبه. راكم لاحظتوا من البدايه كيفاش بدا الفريق، وكان بامكانهم انهم هما يسبقوا التسجيل. كانوا كياخذوا علينا اوسي دي كونتر، حنا الطريقه باش بدينا الكره لونطام دي ماتش درناها اون بون كونسيرفاسيون، ولاني كانت لاحظنا كنبداو كنحسوا بان كاين واحد السهوله في خط الدفاع ديالنا، وحنا اللاعبين كيتقلوا كثر وتيرجعوا لعند الحارس كثر. وفي لو مومون فاش كنا كنضيعوا دي بالون كنمشي تلقى لو بالون قريب لا سيرفاس دو ريباراسيون ديالنا، وكانوا كيتمكن الفريق خاصه باش انه كيضرب البوطو. كذلك كانوا كياخذوا لنا بعض الكوار في الدار ديالنا وكيلعبوها اوسي في الدار ديالنا، شيء اللي جعلهم في الشوط الاول يكونوا قراب باش يسجلوا الهدف. كنا على انه في لاميطون اتفقنا على كيفاش خص تجي الشوط الثاني، اتفقنا على الاشياء اللي خصنا نصلحوا، الاشياء اللي خصنا نستغلوها. لانه كنشكر اللاعبين على الطريقه كيفاش تعاملوا في الشوط الثاني، كذلك كنشكرهم على الروح ديالهم وعلى القتاليه ديالهم. انا جد سعيد بهذا الانتصار بكل صراحه، بالمقابلات اللي سعيد بهم بزاف، لاننا حنا واحد الفريق كما كتعلموا فريق فتي، اللاعبين اللي لا بلوبار ديالهم مازال عندهم اكسبيريونس بريمير ديفيزيون، 90% ديالهم ما يلاه كيلعبوا اول مره كيلعبوا في الدرجه في البطوله برو. وكنظن على انه في النقص باش يكونوا عندك ثلاثه د اللاعبين فلاكس ديفونسيف هما اللي عندنا، الحداد والخلج وديراني، ثلاثه بهم ما كاينينش. نظن بانه كان صعب اول مره كيلعب مريد هو النقاش تما كيدفن بهم، فكانت واحد الصعوبات وصعيبه بزاف قبل المقابله. احنا ماشي فريق بحجم كما كتعرفوا بحجم فرق اخرى اللي ما يكونش لاعب او اثنين ما يأثروش، فما بالك بان في قلب الدفاع يمشيو ثلاث ديال المدافعين اللي رسميين. نظن بان سعيد كثير بهذا الانتصار في هذه الظروف هذه، ما كذلك سعيد كثير لان اللاعبين يعني بدينا معاهم بواحد الطريقه جيده، عرفوا كيفاش انهم يلعبوا ضد فريق بحجم الوداد، كيفاش يلعبوا ضد فريق بحجم الرجاء، كيفاش ينتصروا على فريق من اسفي، ونتائج اللي طيبه. اول مره كان يعني كتجينا السيناريو اللي جديد هو اننا كيفاش نجاريو دو ديفي، وكنظن لهذا فانا سعيد كثير، لان اتفقنا في بدايه الاسبوع على اساس انها سوغيغ كونتون بير بيرمي دو غاني، بانه لو غانيور كيكون كيعرف شنو يدير في المومون فاش كيخسر، ولو بيردون ما كيعرفش شنو يدير في المومون فاش كيخسر. كنظن بان انا سعيد كثير لان فهموا لو ميساج وتعاملوا بطريقه جيده كثير، وهذه كانت شيء كذلك اضافيه اللي يعطينا واحد الاضافه بالنسبه للمجموعه ديالنا. ومره اخرى سعيد بهذه اللي طلبوا.